انتشل أعوان الحماية المدنية بأفلو بمعية مواطنين وبحضور السلطات المحلية لدائرة وادي مرة والدرك الوطني ليلة البارحة على الساعة 11:30 ليلا جثة شابين يبلغان من العمر 17 سنة و 18 سنة من حوض مائي تشكل بفعل الفيضانات الأخيرة بقرية رميلية بلدية وادمزي ولاية الأغواط. بعد إبلاغنا من طرف المواطن على الساعة 9:45 تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة أفلو بسيارة إسعاف وشاحنة أول نجدة في المكان المسمى الرميلية تابعة لبلدية وادمزي دائرة واد مرة من أجل إخراج ضحيتين في بركة مائية، وتم إخراجهم من طرف عناصر الحماية المدنية تابعين لوحدة أفلو ونقلوا مباشرة إلى مستشفى مدينة أفلو. يذكر حسب أهل الضحيتين أن الشابين حاول السباحة في هذه البركة التي يبلغ عمقها 4 أمتار. هذه الوليدة جاءوا هنا الصباح على حسب ما حكات العزوج، أنا قالت لي أنا كنت غايب، وكي جيت قالوا لي راهم مشاو منا في الناحية هذه. مع الوقت جينا كي طولوا علينا ما دخلوش، جينا نبحثوا عليهم على كل حال، ولحقنا هنايا كي لحقنا عند هذا الواد هذا عند هذه البركة هاهي. لقينا الحوالة على جهة، عرفنا باللي كاين حاجة الداخل، اتصلنا بالحماية المدنية، على كل حال حضروا داروا واجبهم لقيناهم. العملية دامت قرابة ساعة لإخراج الضحيتين من البركة، وتم نقل الجثتين لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى أفل، وتعتبر هذه ثاني عملية غرق لهذا الشهر بعد غرق شاب آخر ببلدية الحاج مشري ببركة مائية، وتبقى هذه البرك والوديان تشكل خطرا على الشباب بالولاية.